في اللحظات اللي بتسمعون فيها رسالتي هذه أكون أنا فارقتكم. وصيتي الأخيرة هي إن ما يدفني بقبري غير أخوكم. عمي عبد المحسن طلع أنت ولد. ثلاثين سنة فقر وبهذلة، بالأخير حياتي تطلع كلها كذب. يوسف من هذا؟ جويرية ليش سافته؟ يوسف من؟ هذا شخص وهم. ملايين كان بيننا وبينها لحظة واحدة بس. هذا ولد اللي قتل جدك. أصلاً ما حد يقدر يمنعني من حقي. الموضوع ما هو موضوع ورقة يقراها علينا محامي ونحرك له روسنا ونقول له سم وبشر. وكش ملك راحت عليك. الميراث، أول سوب أوبرا سعودي، الليلة السابعة بتوقيت السعودية على MBC 1.